اتواصل مع الشوطة الرابع مخصص القعدان مهجناته. اول الاول الشوطة الاول القعدان مهجناته الثنائي لمسافة 6 كيلومتر. انا افتتح الاذاعة بالشاهم عبد الله احمد بن غدير المركز الثاني، شقب حميد عبيد علي الدرعي المركز الثالث، ظاهري محمد طبيب بن سعيدة المركز الرابع، عندنا شاهين طويرش عبد الله العفاري المركز الخامس. خامس المراكز اللي هو المركز الخامس اللي هو الرسمي سلطان سعيد بن علي الدرعي، المركز السادس الليث سعيد سهيل بالطماطم العفاري، المركز السابع عندنا شامخ عوض محمد بن سعيد العفاري المركز السادس او السابع عفوا، هناك الشامي سعيد سهيل بن عبد الله العفاري. وثامن المراكز عندنا ثامن المراكز يتواجد شاهين محمد بن غدير بن حمد الدرعي، ومتابعة هناك من محمد بن حمدان بن محمد وحمد بن حمدان، ما شاء الله متابعين شاهين. يا سلام يا سلام الشباب متابعين شاهين، تحياتي لمحمد بن حمدان وحمد بن حمدان ابناء بن غدير، ما شاء الله هناك متابعين شاهين، ففالهم وفال كل من يسمع الناموس والتوفيق. فخلونا هنا مع السيطرة، خلونا مع الإبداع، خلونا مع التألق والحضور مشاهدينا الكرام. راعي ظاري محمد ضويب بن سعيدة، والمركز الثاني راعي الرسمي سلطان بن سعيدة بن علي، والمركز الثالث عندنا هناك ثالث المراكز هناك عندنا راعي شاهين طويري بن عبد الله العفاري، المركز الرابع راعي شام عبد الله احمد بن غدير، المركز الخامس راعي الشقب حميد بن عبيد بن علي الدرعي. هذه الخمس المراكز الأولية متابعينا الكرام. المركز السادس السادس متابعينا الكرام، نشوف الأوضاع ونتابع سادس المراكز، راعي الليث سعيد بن سهيل العفوري، وعندنا هناك يتواجد راعي الشامي سعيد بن سهيل بالطماطم العفاري، وراعي اللي هو الشام عوض محمد العفاري. هذا النداء مشاهدينا الكرام، لنعود الى الكوكبة الأمامية ونخليكم مع هذه الأجواء المميزة لنتابع السيطرة من قبل ضاري محمد بن ضبيب بن سعيد الدرعي. سلام بنايف في السيطرة، وفي الوصيف الرسمي سلطان بن سعيد بن علي الدرعي، وفي الثالث الشقب حميد بن عبيد بن علي الدرعي. الأداء والحضور والتألق متابعينا الكرام.
مستمر وراعي ضاري محمد بن ضبيب بن سعيد بو نايف في السيطرة. أما المركز الثاني لم تتغير أحداث الشوط الثلاث الأوائل لم تتغير لحد الآن، بو نايف الصدارة، وفي المركز الثاني اللي هو الرسمي سلطان بن سعيد بن علي الدرعي، وفي المركز الثالث الشقب حميد بن عبيد بن علي الدرعي. هذا هم الثلاث الأوائل. نسير للرابع فنجد الليلة سعيد بن سهيل بالطماطم العفاري، والمركز الرابع الشام عبد الله بن حمد بن غدير، والخامس الشامي سعيد بن سهيل بالطماطم العفاري، والسادس راعي شاهين طويري بن عبد الله بن حلوس العفاري، والثامن راعي مطيلان حميد بن صغيرو بن حميد الدرعي راعي حير. وهناك تاسع المراكز عندنا راعي الشامخ لي محمد عوض محمد بن سعيد العفاري. نكتفي بالنداء ولكن ما اكتفينا من العطاء. نتابع مسيرة الشوط وأحداثه أول بأول لنرى هناك التحركات. ضاري محمد بن ضيف بن سعيد الدرعي، وعندنا الرسمي سلطان بن سعيد بن علي، وعندنا الثالث راعي الشقب حميد عبيد بن علي الدرعي، الكزة الخامسة اللي سعيد بن سهيل بالطماطم العفارية، مركز السادس الشهم عبد الله حمد بن غدير، وعندنا شعار صغير بن حميد راعق حير متواجد، وشعار راعي شاهين طويرش بن عبد الله بن حلوس العفارية. الشعارات بدأت الآن تقترب ما شاء الله، الثمانية الأسامية كلا في مكان واحد، وهذا للدلالة على التحرك القوي والملاحقة للتغيير، والكل يبحث عن الناموس هذا الشوط، فتجد الشعارات مقتربة من بعضها البعض، فهذا يشكل هناك خطورة وضغط قوي عندما تكون الشعارات كثيرة على تنافس على الصدارة، يكون ضغط قوي على أصحاب الصدارة، لأن التغيير ما تدري من أي شعار سوف يكون التغيير والمفاجأة. ولكن أشوف بدأت الخطوات تفتح هناك في الصدارة في الكيلومتر الأخير من قبل الشقب حميد بن عبيد بن علي الدرعي، وعندنا الرسمي سلطان سعيد بن علي الدرعي وبو نايف بن ضبيب، بينما ينضم حميد بن صغيرون راعي حير راعي مطيلون إلى المربع الذهبي. يا سلام، هنا دفاع قوي عن ناموس الشوط من أهالي الرقيعات، مسيطرين سيطرة كلية، وأيضا هناك تواجد مميز لجميع الشعارات، ولكن الكوادر الأمامية لا زالت العصي في الأبطان. يا سلام يا راعي الرسمي سلطان بن سعيد بن علي الدرعي، هناك الرسمي بدأ تشغيل المحركات، بدأ الحضور، بدأ الأداء. الرسمي سلطان سعيد بن علي الدرعي المركز الثاني، أم طيلان حميد بن صغيرو بن حميد راعق حير ثنائي بالشوط يوصلون ما شاء الله. الرسمي بشكل رسمي يثبت الوجود، بشكل رسمي يقدم العرض المميز. سلطان بن سعيد بن علي الدرعي سلوم الناموس، الناموس يا راعي الرسمي لما قدمته من حضور وأداء مميز في هذا الشوط. توقيت 9:35 27 جزء من الثانية. مركز الثاني مطيلان لحميد بن صغيرو بن حميد راعي حي. المركز الثالث واري محمد بن ضبيب بن سعيد. المركز الرابع الشقب على ما أعتقد. المركز الرابع واحد، نعم الشقب حميد عبيد علي الدرعي. المركز الخامس 13 الشامي سعيد سهيل الطماطم العفاري. المركز السادس اللي هو 12 الليث سعيد بن سهيل بالطماطم العفاري.